حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج سينما. حلقتنا لهذا اليوم من منبع المخرجين وصناع الأفلام العراقيين كلية الفنون الجميلة وبالتحديد قسم السينما والمسرح. ضيفنا لهذا اليوم مخرج مبدع وهو الأستاذ لؤي فاضل. أهلا وسهلا بك أستاذ لؤي. أهلا وسهلا على شاشة قناتكم قناة الديار، وهي مبادرة يعني ممتازة أنه القناة تعنى لعرض برامج عن السينما وما تطور إليه السينما بعد 2003. شكرا لك أستاذ لؤي، عرفنا عن نفسك أكثر. أنا لؤي فاضل، مخرج سينمائي، درست الهندسة ودرست الجامعة التكنولوجية، وبعد ذلك درست سينما في نيويورك فيلم أكاديمي في أبوظبي، بعد ذلك حصلت على منحة لدراسة السينما في نيويورك فيلم أكاديمي في لوس أنجلوس. طيب أنت درست الهندسة، هندسة بناء وإنشاءات أعتقد. إيه جامعة تكنولوجية. طيب شنو الشيء اللي دفعك إنه تروح للسينما؟ والله في وقتها كان معدلي عالي، يعني معدلي 91%، فانقبلت هندسة. تعرف العائلة إنه أنت ابننا يصير مهندس وكذا، يعني هاي دائما ما تجده في المجتمع العراقي. ولكن أنا حبي وشغفي للسينما أكبر من أكون في، وجميع يعني كثير من المخرجين هم درسوا دراسات أخرى. هذا لا تعني أن هذه الدراسات تؤثر بالجانب السلبي، لكنها تؤثر بالجانب الإيجابي. نقدر نقول يعني شغف السينما دفعك أنه تتجه لهذا المجال. فعلاً. طيب اختيارك أن تدخل مجال السينما، هل كان برغبة منك أم رأي شخص آخر أثر بيك؟ هو أكيد رغبة من عندي، ولكن أنه الفرص اللي جتني أنه أنا أشتغل في مجال السينما كانت يعني كنت محظوظ بها. يعني أنا اشتغلت في أول فيلم بعد 2003 وفيلم غير صالح للمخرج علي رشيد، كنت أشتغل بالإنتاج، وبعد ذلك جاء المخرج محمد الدراجي، اشتغلت في فيلم أحلام كمساعد مخرج، وبعد ذلك اشتغلت في فيلم كارنتينا كمساعد مخرج، وتتوالت الأعمال حتى صنعت أول الفيلم الأول الوثائقي لي، هو فيلم انظر له، وهو كان بكاميرا نسميها كاميرا هوم، يعني كاميرا بسيطة. صنعت الفيلم الوثائقي الأول هو سنة 2009. طيب وين وجد لؤي فاضل الدعم المعنوي اللي كفاه أن يوصل لهذا النجاح؟ والله الدعم المعنوي كان عن طريق دراستنا في المركز العراقي للفيلم المستقل. هاي مؤسسة هي موجودة في داخل العراق، من منتجيها هم يعني مؤسسيها عدي رشيد محمد دراجي، فكنا مجموعة من الشباب نأخذ كثير من الفرص كوركشوب ساعدتنا في تطوير من أدوات. طيب كل مخرج ببداية، أو كل شخص نقدر نقول بداية مشواره بأي مجال، يواجه انتقادات ونقد. أنت تفضل الانتقاد أو النقد؟ وياه اللي نقول نقدر يساعدك أكثر أن توصل للنجاح. والله أنا أفضل الانتقاد والنقد، لأن أنت الانتقاد والنقد راح تجيك فكرة جديدة أنت ما شايفها. يعني بالنقد قد تكون إنه مشكلة أن تفكر بس بعقلك، فتشوف نقد الآخر شنو الأشياء السلبية والأشياء اللي أنت ما كاشفها في بأفكارك وبأفكار الأفلام اللي تعرضها، فعن طريق ذلك تعرف مواهن الضعف عندك. والانتقاد أيضا هنا تسمع لفكرة جديدة، واحد ينتقدك بطريقة يجوز أنت ما مشتين يعني ما ملاحظها وما شايفها. يعني النقد البناء من النقد الهدام؟ أكيد النقد البناء، يعني وهذا يعني أكيد مو النقد السلبي، يعني النقد البناء هو أهم. يعني ممكن أن تستفاد من نقد سلبي، ممكن أن أيضا أن تستفاد من نقد سلبي، ماكو مشكلة، تشوف فكرة جديدة يعني. طيب أي عمل واجهت أكثر انتقادات؟ والله أكثر شيء كان فيلم قطن، لأنه كان بيكسر للتابو، ويتحدث عن فتاة يعني تأتيها الدورة الشهرية لأول مرة في حياتها في العراء. فكثير قالوا إنه هذه من المواضيع اللي ما مختارتها السينما. يعني منين بالضبط اجاك الانتقاد على هذا الفيلم؟ يعني على موضوع كثير، موضوع الدوره الشهريه عند الفتاه وكيف تصنع كاشخاص، يعني كناس اعتياديين ام معنيين بالسينما؟ يعني اكثر شيء كان مو ناس، يعني لا كانوا الناس معنيين بالسينما لا، بس قليل من الناس العاديين، ويمكن اكو واحده عضوة برلمان وكذا سوت مشكله في محافظه من المحافظات. وقالت هذا الفيلم حرام وما يصير ينعرض وهالشيء، يعني عرض يمكن بالسماء حسب ما اذكر. يعني وانت كيف استقبلت هذا الانتقاد؟ عادي يعني ماكو مشكله، هذا يعني مثل ما يمكن الانتقاد السلبي هذا يعني زاد من نجاحك نقدر نقول؟ اي يعني اعتقد يعني سوى ضجه او شيء من هذا القبيل. طيب لو اي فاضل تختار الورده الحمراء ام السلاح في
أفلامك؟ والله أنا قبل 2010 كنت يعني أصنع أفلام أكثر عن الحرب ونتائج الحرب. نعم. بعد ذلك التقيت بشخصية مهمة، المخرج جيمس كاميرون، مخرج فيلم تايتانيك. اه حلو. فسألنا، كنا أنا وزميلي صديقي. وين التقيت به؟ في أبو ظبي. قلنا احنا عرفنا عن نفسه، كان هو عند افتتاح في فيلم افاتار، كان افتتاحه في ابو ظبي. هو مو افتتاح الفيلم بقدر ما هو كانت ورشه عن صناعه الفيلم الرقمي، وكنا جمهور قاعدين. فاحنا انتهزنا الفرصه، انا وصديقي مخرج سينمائي يحيى العلاق، قلنا احنا مخرجين العراق، من العراق اكو مخرجين؟ قلنا له هو يعني تعرف انه العراق، يعني استغرب انه اكو مخرجين من العراق، احنا جايين بابو ظبي ندرس وكذا. فهو يعني استغرب، وبنفس الوقت قال يعني اذا تريدون تصنعون افلام لا تصنعون افلام عن الحرب، صنعوا افلام عن الحب. نعم. فبالتالي بعد ذلك انا سنوات وراها اشتغلت الافلام اللي هي العلاقه بالمواضيع الاجتماعيه، قطر لون احمر، شفاء، العرضه حالشي، والفيلم الاخير. يعني كنت بعيد عن السلاح. هو من المهم ان نركز او نسلط الضوء على ما تصنعه الحروب في المجتمعات. نعم. ولكن ليس بالطريقه المباشره. كان الحرب من ضمن السياق، يعني هذا ما أصنعه أنا في أفلامي. يعني أنت تجد الحرب بدون أن تجد طلقة واحدة. نحن نشاهد إنه أكثر أفلامنا هسه يعني أفلام موجودة القصيرة أو يعني مركزة على الحرب والدمار والهاي، ماكو أفلام يعني تركز عن الحب، الحياة الاجتماعية قليل جدا. فعلاً هو لو تأثيرات الحروب، إحنا لو نقول مثلاً ما نقدر نصنع هسه، ما حد يصدق إحنا نصنع انترفيو وكو قسم سينما في بغداد في العراق. نعم. يعني انت من تعرض برا بالخارج انه اكو هيك، ما حد يصدقه، لانه يشوف كل المشاهد هي عباره عن دمار. وهذا طبعا مسؤوليه الميديا والاعلام الموجود بالعالم، هو اللي صدرنا. فلذلك احنا صدرنا بهذه الطريقه. فلذلك احنا كسينمائيين نحاول ان نصنع افلام ونقول انه وجود هناك وجود حياه في العراق، رغم انه لازم نغير الصوره الماخذيه العالم عنا. فعلا هذا يعني هو من واجبنا هذا ايضا. طيب حدثني عن اسلوبك الاخراجي. هو احنا الاسلوب نتيجه مثل ما نقول، يعني ما حد يقول لك انه انا عندي اسلوب بالاخراج. ماكو اسلوب ثابت، كل فيلم نقدر نقول له اسلوب. هاي فعلا. وبنفس الوقت ما اعتقد انه كل مخرج يقول هذا اسلوب، هذا ما يضعه الاخرون. يعني احنا الجمهور يقول والله هذا اسلوبي. انا ارى الفيلم كما اراه في خيالي، كما احسه انا في اعماقي، انه هذا الفيلم بهذه الطريقه. فاعتقد انه يقول انه هذا هو اسلوبه، بس انه انا اقول انا عندي اسلوب، لا ما اعتقد. طيب هل تهتم شهرتك بالشارع العراقي على حساب نوعية الأفلام اللي تقدمها؟ أكيد هي يعني هو أنا ما أحب الشهرة كثيرا بصراحة، أحب أنه أصنع أفلام تكون أفلام جيدة ممتازة، وأفضل أن تكون أفلام أفضل، يعني أفلام ممتازة أفضل ما أكون أنا أشتهر أن أنا أصنع بهذه أصنع أفلام. لا، أنا أصنع أفلام الغاية منها هو حلم موجود عندي أريد أجسده وأخليه على شاشة السينما. طيب هل تعتبر انه الافلام الهابطه تنتشر بالشارع اكثر من الافلام نوعيتها ممتازه؟ والله حسب بدي اشوف انا باليوتيوب، انه اكو افلام كثيره يعني ومليئة لها مشاهدين، يعني اسماء معينه ما اريد اذكرها. نعم. متفاجئ بانتشارها ورؤيه الملايين لهذه الافلام. اعتقد الضحك على هؤلاء ما اعرف مثل شنو يعني ما اريد اقول لك اسماء، بس مثلا قريت باليوتيوب قناة الأفلام العراقية، تباوع هذه الأفلام، تدخل أفلام ما لها علاقة، ممثلها واحد، ممثلتها واحدة، وديكور واحد، يعبر 20 سنة، يرجع 20 سنة، ما أعرف الغاية إنه يشاهدون هذه الأفلام لأجل الضحك، وكل مشاهدات تصير بالملايين عليها، وأعتقد هذا تأثر على ذائقة الفيلم العراقي، يعني الناس يعني تشوف أفلامه. هل الخلل بالمخرجين نفسهم أم بالمتلقي؟ الموضوع سهل، إن أنت عندك كاميرا، عندك قناة باليوتيوب، وتنزل وتصير عندك متابعين. يصير مشهور وكذا يعني. طيب استاذ لؤي، سولف لي عن مشاركتك بمهرجان الشرق الاوسط بفينيسيا. هو صراحه هذا مهرجان يصير كل سنتين. نعم. مهرجان بينالي فينيسيا. كان تكليف من مؤسسه رؤيه انه اشتغل على موضوع العرض حاجي، اوكي. فكان فيلمي هو العرض حاجي كفيلم سينمائي وكعمل فني، فشارك في مهرجان بينالي فينيسيا في قسم الجناح العراقي في هذا المهرجان. وهذا مهرجان مهم، عمره تقريبا 55 سنة، وهو هذا آخر مهرجان يعني بعده. هذا الفيلم شافوه كثير ناس، شارك في مهرجان الشرق الأوسط الآن. مهرجان أيضا بإيطاليا، بس ما ساعفني الحظ لأن كان عندي شغل ما قدرت أسافر. كان مشارك فيلم الرحلة لمحمد دراجي، فيلم مرايا الشتات لقاسم عبد. نعم. ويعني والمهرجانات جاية يعني. طيب هل كان أكو مخرجين ثانيين وياك بالمهرجان؟ والله هم بس 3 من العراق، كنا أنا
وفيلم محمد دراج الرحلة وفيلم قاسم عبد مرايا الشتاء. طيب فيلم أحمر شفاه لا قصده يعني واسع بالوسط سينما العراقي، شنو السبب؟ أعتقد بسبب موضوعة نوعية السهل الممتنع، وهو صور على كاميرا 35 ملم يعني كاميرا خام. كان نتاج ورشة قام المركز العراقي في المستقل، هو 6 أفلام، فكنا هذا يعني 35 ملم احنا نصوره، وورا ما نصور احنا نروح نحمضه ونطبعه وبعدين نرجع نحمضه العفو يرجع لنا كداتا حتى نمنتجه، فكنا يعني صعوبة بالتصوير. ولكن موضوع أطفال تقريبا هو في صف تقريبا حوالي 50-40 طالب، والفيلم هو صامت ما بي أي حوار، أعتقد هذا سبب إنه. طيب ليش ما صورته بكاميرات يعني تقنية؟ لا بالعكس، هي 35 هي أصعب تقنية، بس إحنا يعني كنا أكو تحدي إنه أنت لازم تصور 35 ملم يطوك تقريبا 6 دقائق، 5 في 20 دقيقة طلع من عدا 10 دقائق، 20 دقيقة غير قابلة للزيادة، ولازم أنت فريم أنت راسمه حتى تصور بهذا يعني بالخام، فكان بالعكس تحدي كلش ممتاز. وكان آخر أعتقد آخر فيلم بالشرق الأوسط أو بالوطن العربي يصور على هذه الكاميرا 35 عفوا. طيب فيلم أحمر شفاه وفيلم قطن أفلام صامتة، هل تعتبر الرسالة اللي تقدر توصلها من خلال الفيلم توصل بالأفلام الصامتة أسرع من الأفلام؟ أعتقد هي السينما هي لغة صورة، أو كثيرين منا يعني يحبون لغة الصورة أكثر من لغة الحوار، فأنا كان تحدي أنه أشتغل أفلام صامتة حتى يعرض في كل العالم وما يواجه أي صعوبة، لأنه يعني يكون الحوار حاجز بين الشخص اللي جالس الجمهور يعني والمنجز الفيلم. نعم. وفعلا هو يعني شارك بهاي مهرجانات، يعني انا دخلي مثلا الصيني اللي قاعد اللي ما يحكي عربي يفتهم شنو هذا الموضوع، هو صعب وسهل بنفس الوقت، بس انا الحمد لله نجحت بهاي التجربتين ولاقت نجاح يعني الحمد لله. طيب افكارك وطموحاتك لاحياء السينما العراقي؟ والله افكاري انه اصنع فيلم روايه طويل، وانا يعني حاليا في صدد انه اصنع هذا الفيلم. حلو. واتمنى ان يكون اكو سوق سينمائي، احنا مو نصنع افلام فقط لاجل انه مهرجانات وجوائز، يعني هاي تعبنا من عدة صار سنين تقريبا 8 أو 7 سنوات، المهم يكون اكو سوق سينمائي انه الفيلم العراقي يربح، حتى لو ما يربح يطلع فلوسه مثلا. نعم. وانه يعني يروح بالسوق العربي ايضا، وكو تجربه يعني التجارب دي نشوفها مثلا تجربه محمد دراجي انه نجحت بالتسويق خارج العراق وداخله يعني. نعم. حتى لو انه طلع فلوسه مو للغايه من الربع، يعني اتمنى يكون اصنع فيلم انه الناس تشوفه والنخبه مثل افلامي القصيره، وانه المنتج مالتي ما يخسر يعني. نعم. اذا اعزائنا المشاهدين ننتقل الان للناقد الدكتور عمار ابراهيم وراجعيكم. رجعنا معكم اعزائنا المشاهدين مع ضيوف الكرام الدكتور عمار ابراهيم، اهلا وسهلا بك يا دكتور. والمخرج المبدع لؤي فاضل عباس، اهلا وسهلا بك وارحب بالدكتور عمار، يعني فرصه سعيده ان نشاهد افلام بس ما متشافين في هذا البرنامج جمعنا. مبدع الله يسلمك. دكتور عمار، شنو رايك من المخرج فاضل لؤي فاضل عفوا؟ يعني انا حينما اريد التحدي عن تجربه لؤي، التجربه قصبه هي تقودني للتحدث عن مجمل التجريب السردي للافلام القصيره ما بعد 2003. الحقيقة نعم. السينما العراقية بعد أن تحررت من تابوات كثيرة، منها تابوات تقنية وتابوات أيديولوجية، بدأت تنتج أفلام وتركت بصمات كثيرة على مستوى مهرجانات عديدة في الخليج العربي أو المغرب العربي أو حتى خارج الوطن العربي، بدأت تناقش أشياء مهملة أو مسكوت عنها، نحن نسميها هذه المهملة أو المسكوت عنها تحاكي الدين أو الجنس أو السياسة بطريقة غير مباشرة، يعني حسب ما يطلق عليها بازان هذا أحد منظري السينما. نعم. يقول البصمات التي تترك أثرها على السلوليت، حينما يقول نريد ننقل الواقع، لا ننقل الواقع الوحشي بفجاجته بطريقته المباشرة، رغم أنه هناك سينما مباشرة نحتاجها، لكن السينما التجريبية على تكثيفها على اشتغالاتها الدلالية تحتاج انه تبحث ما هو موجود امامي ولكن لا اراه. نعم. ياتي مخرج حاضر ليبحث عنه و
يدفع الركام ويستخرج هذه الآلئ ويقدمها لك في صياغات بصرية متفردة. وتفوقت أسماء كثيرة لا أريد أن أذكر بعضها، أخاف أن أنسى الآخر، يعني عشرات من المخرجين الشباب اللي فازوا في مهرجانات كثيرة. أما تجربة لؤي يعني منذ بداياتها في فيلم سلايد أو فريم ووصولا إلى العرض حالشي أو شفاه وأخذ تجربة قطن، يعني لأنه شاهد هذا العمل أكثر من مرة، ألاحظ أنه يشتغل على نسقين، الأول سينمائي والثاني محايد. هذا النسق المحايد هو كيف يرحل محمولاته الثقافية الهندسية وين إلى بنية الصورة. فهو حينما يقدم لك صورة يقدمها بشكل هندسي، أنت يعني المطلعين في المجال السينمائي يدرسون فن الكومبوزيشن. الكومبوزيشن هو التكوين، صح. هذا التكوين هو عبارة عن هندسة للنقطة X, Y, Z، التكوين، النقطة، الخط، الكتلة، الفضاء، كل هذه رغم أنك تتمرد عليها أحياناً لكن لابد أن تضع هذا من شكل، هذا الشكل الضابط. فحينما تنظر إلى لؤي وتنظر إلى مكونات هذا التكوين داخل بنية الصورة تجده متفرد في هندسته وتشكيليته. وكل جزئية، مثلا المكان الواقعي في فيلم قطن هو ليس فضاء، يعني في تعريفات مثل المنظرين يقولون المكان هو الحاوي للموجودات كلها، لكن المكان لدى لؤي يختلف. هو لا ليس فضاء يجمع المحتويات الممثل وما شاكل، لا، هو دلالة ناطقة بمعنى فلسفي كامل وين داخل بنية الفيلم. هذه الدلالة المكانية هي متعلقة مع من؟ متعلقة مع الجزئيات الأخرى لتصبح لديك دلالة شمولية. وبالتالي هذا الاشتغال جعل منه متفردا وجعل اللجان المتعددة في المهرجانات المتعددة تعطيه حقه في الجوائز. وبالتالي هنا لا توجد محاباة لأنه تعددت اللجان وترك أثره. هذا الاشتغال برمته في المستقبل حينما يريد أن يعمل لقطة تشكيلية لفيلم روائي هو يستطيع أن يسوق هذه اللقطة ويستنطق محمولاته على مستوى الزي، على مستوى حركة الممثل، على مستوى الفضاء، على مستوى كل الموجودات داخل بنية الصورة. طيب دكتور، عذرا المقاطعة، مشاهدين الكرام نروح نشاهد مشاهد من أفلام لؤي فاضل عباس وراجع لكم. Thank you.
طيب أستاذ دعي، حدثني عن فكرة فيلم قطن. هو أنا قبل الفكرة بس أنا يعني أحيي الدكتور على تشخيصه للموضوع. أعتقد يا خلفيتي الهندسية، يعني كلنا ندرس رسم هندسي، يعني أصابت ما أنت قلت فعلا، يعني أنه التكوين أنه X Y Z فعلا في كل لقطة أنا أخذها أفكر بهذا اللي تقوله، بس يعني أنه يوصل مرحلة أنه تؤوله بهذه الطريقة، وأنا فرح جدا يعني بصراحة. وأعتقد يعني هذا دليل على ثقافتك العالية وحبك للسينما ونظرتك السينمائية الحقيقية. يعني أما فكرة فيلم قطن فهو فكرة فيلم بسيطة، يعني هو أنا سمعتها قصة سمعتها للكاتب إبراهيم أحمد، قصة قصيرة كانت سمعتها من أحد الأشخاص وهو دكتور نصير غدير. أنا بال 2008 كتبت سيناريو بدون ما أقرأها القصة. أوكي. بعد ذلك رحت دبي اكتشفت أنه هذا الكاتب بعد عايش ما ميت، كاتب 70. فصار اتصالات عن طريق الناقد عدنان أحمد حسين أنه عايش بالسويد، فأخذت تليفونه خابرته فقال لي أوكي أنا متبرع على القصة لك أنه أنت تحولها فيلم. فهي القصة بسيطة، تتحدث عن فتاة تختبر مرحلة النضوج لأول مرة في حياتها في العراء، يعني في يعني شلون نقول إحنا هستدى تصير بنية بالعامية. نعم. أوكي. أي. فتكون بالعراء لوحدها مع الأغنام، فتأتيها قطعة قطن من فتاة ميتة أيضا لشلون نقول لتنظيف نفسها أو شيء من هذا القبيل. هو فيلم بسيط، فكرة بسيطة، بس مثل ما قال الدكتور إنه احنا نجي لنا نبحث ما من الركام نستخرج اللآلئ. عجبني هذا المصطلح اللي قاله الدكتور. طيب مشاهدين الكرام، نروح نشاهد مشاهد من فيلم قطن وافلام اخرى للمخرج لؤي فاضل عباس، ونعود وياكم. اريد صوره مال جنسيه بدل باي. رقم سجل 308 ورقم الصفحة 87. طلعني حلو، كلش حلو، رايت صورة والله للتسريح بلكي هيجي والله وأخلاص. خطية أمي مرة كبيرة، كلش كبيرة، وما حد لها بالدنيا غير. يا بعد قلبي يا يما، وكنا أتمنى هسابنية أشوفه ويشوف حالي، شاظل لي خيمة لخياته لأبوه هذا المعوّد يشهد الله، خمسة خواته وبس هذا أول واحد. حسب الله ونعم الوكيل. يا سمير يا يما صورة إيه صورة واحدة، أسألوا ما طاب هذا الفرع عافظي أنا أخذ صورة كاميرا متنك أفضي. بس الصديق على مودها مو أنت أخضر براس الفرع لك شاي لخصو. أوه على الكاميرا راسه.
رجعنا وياكم أعزائنا المشاهدين بعد ما شاهدنا مشاهد من فيلم قطن وأفلام أخرى للمخرج لؤي فاضل عباسي. دكتور عمار إبراهيم، شنو انطباعك عن فيلم قطن؟ يعني تحدثت في البداية أنا عن تشكيلية الصورة ودلالاتها عند المخرج لؤي. نعم. الآن من نرجع الحدودة فيلم قطن، ما هي الحدودة؟ الحدودة هو يناقش فلسفة عميقة جدا، الوجود العدم، الحضور الغياب، الطبيعة الفناء. هذه الثنائيات يعني منذ أرسطو لليوم، منذ أفلاطون قبل أرسطو، الموت الحياة فعلا، هو بدأت فلسفته على يمن، على الجدل، جدل صاعد جدل هابط، وبالتالي صيرورة الدراما هي تحتمل الصراع. هذا الصراع إن لم يكن هنالك طرفين، هو اشتغل على بطلة واحدة، ولكن نخلق الصراع من خلال المحيط اللي بيها. هي ما في معها بطل وبطل إيجابي تاغنيست وبوتاغنيست حتى، ما في هذا الشيء. نعم. كيف قدر يخلق؟ وظف الجانب الفلسفي. إذن ماذا أصبح في تجربتين؟ التجربة الأولى هي الجانب الهندسي، التجربة الثانية هي الجانب الفلسفي. الجانب الفلسفي منين يجي؟ من خلال قراءاتك للفلسفة، ربما المحمولات اللي تأخذها من عاداتك وتقاليدك، الوعي العام، الوعي الجمعي. الوعي الجمعي، ما هو ما يحيط بيك، كل هذه التفاصيل تكون لك فكر. هذا الفكر وين ينتقل؟ المحظورات اللي حكينا عنها تو، كلها تتجسد في تشكيليتك للصورة. حينما راد انه يقدم بطلته، كيف قدمها؟ لازم يخلق لها صراع. صراع كانت مع المكان اللي هي موجودة فيه. هاي ثيمة القطن، خلق منها ثيمة ثنائية. عادة ما احنا بالدلالة، يعني بالفيلم السينمائي اعطي للشجرة دلالة القوة باعتبارها منتصبة وكذا، اعطي اجيب لؤي اخليه من الشجرة اقول هذا البطل مالتي قوي ما منكسر، لكن اذا كانت الشجرة ساقطة اعطي انه اقول الشخصية تعاني من شيء ما. لؤي في هذا الفيلم كانت عند الدلالة ثنائية حسب ما يطلق عليها دريدة، تحولات او اللعب الحر بالعلامة. كيف لعب بالعلامة؟ القطن في بدايته في مشاهده الأولى ماذا كان؟ كان عبارة عن جزء من تغليف من ميت، من ميت. نعم. إذن هو وين متجه؟ إلى الفناء. كيف قدر يرحل هذه الدلالة اللي هي تشبيه من بالموت؟ بالموت، جزء من موت فعلا، حولها في مشاهد أخرى إلى حياة، خصوبة، حياة. خصوبة. نعم. وبالتالي هذا الشغل من المستحيل أن تجد. يعني إحنا الآن إذا نريد نجتهد، أي مخرج يحاول انه يخلف المبنى دلالي داخل بنيه الصوره حتى تقول هذا فعل ذهنيه المتلقي. لكنه حينما يتلاعب به المخرج ويقوم بتحويل هذه الدلاله من منطقه الى اخرى، هنا راح يشحذ ذائقه المتلقي في سبيل قراءه هذا التحول. بس بالاساس دكتور انه موضوعه القصه هي كانت هي همنا كانت من الواسطه انه انا احول هذا الموضوع، يعني القصه القصيره. نعم. كان موضوعها هيك، موضوعها العام هيك، حتى انا بس الكاتب. اي لا طبعا، اي فعلا فعلا صح. ولكن كثير الدلاله، يعني حسب كريستيان ميديز احنا عندنا في السينما الدلاله بصريه، اي موجوده ماديه عكس اللغه. اللغه قد الكلمه تحيلك الى مفهوم ذهني، اما في السينما هي مباشره امامك، فهذه المباشره كيف تتخلص منها وتحولها الى فتشيء فيه محمولات معنويه. هاي المحمولات طبعا تحسب للمخرج، للمعالجه، للمعالجه. كيف ينقل هذا القطن من التابوت ويحوله الى الفتاه؟ وبهاي الانتقاله المكانيه هنا ماذا اصبح المكان؟ اصبح المكان هو الواسطه. الكاتب ما واضحها لك فعلا، الكاتب ما قال لك انه القطن حوله منا وجيبه منا في هذا اللوكيشن او مقترحه لك، وبالتالي انت جعلت حامل الدلاله هو المكان. نعم. احنا عندنا دال وعندنا مدلول وعندنا حامل، حامل الدلالة المكان. هنا المكان ما أصبح مجرد وعاء حاول الأحداث، بل حامل للدلالة، وساعد أيضا، وساعد في إيصال الدلالة من الجثة وصولا للفتاة التي عانت من الطمث. اثنين، الشخصية ومعاناتها. طبعا احنا عندنا مدرستين في السينما، المدرسة الأولى اللي هي المدرسة الروسية، المدرسة الروسية يسموها مدرسة ستانسلافسكي. هاي ايش تعتمد؟ تعتمد على الجانب السايكودرام او السايكولوجي، يعني البطل يعيش لو كنت انا هذه الفتاة. تعتمد على التماهي الكامل الذاتي مع الشخصية. قبال ذلك في مدرسة امريكية، يعني داستن هوفمان تقول له اريد هاي الشخصية، يسخن
يجسد لك اياها بطريقه بالعاده الخارجيه والاشياء صح. هلال بطله انا شفتها تماهت مع المدرسه الستانسلافسكي كيف انه كل رياكشناتها سواء على مستوى الوجه على مستوى الجسد في تعالقها مع المكان مع الموجودات مع الحيوان كل هذه اعطت هي لم تقل ما في حوار احنا لم نعرف انها تعاني من اضطرابات البلوغ ولكن من خلال حركاتها وايحاءاتها هذا اشتغال دلالي اصبح ثاني اذا اضافه للقطن اشتغال الجسد اذا هو وظف الاكسسوار القطن عند دمين من الاكسسوار ووظف ماذا بعد ذلك المكان الثالث ماذا وظف الاشتغال الدلالي للجسد يعني لم يكن الجسد مجرد ينقل حوارات في اغلب تدري دكتور اول مره مو تمثل بحياتها هاي مو هذا سؤال استدار اسالك اياه يعني ممثله هي لو اسال وانا هم راح اجاوب قاطع انه هي اول مره تمثل بحياتها لا ابني اها وبعد ما مثلت اصلا يعني هي دارسه التمثيل لا 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 هي انسانه عاديه يعني ما مو ممثل لكن اجادت الدور باحتراف يعني يعني وهذا يعد من التجريب الاحترافي فعلاً. للمخرج انت لو تتابع الواقعيه الايطاليه تشتغل كل ايج الواقعيه مثل اخذ لك فيلم سارق الدراج اوكي شايفين السكر هذا اللي بوبوي السكر وكذا هاي وبالاخير هو وابنه البطل والابن الواقعيه الايطاليه بعد ما مرت ايطاليا بحرب مثل العراق وعانت الفساد وعانت السرقات وعانت الحروب المخرجين شلون جنابك حمل الكاميرا ونزل وين؟ طلع يصور للشوارع الخلفيه صح شكو مأزق مثل هاي بطلتك هو مجرد ترى نقل لنا واقعة يعني تحولات ما بين الموت والحياة أيضا قدم لنا المواطن العراقي وإرهاصاته وما يعاني من فقر وما يعاني طبعا أيضا هذا هم جنبة أخرى هاي تداعيات الحرب تداعيات ما ناقشنا هذا الجانب الاجتماعي والسياسي للفيلم يحتمل هواي من الحديث فبدأوا المخرجين وين يذهبون الإيطاليين يعني روسليني إديسك أنطونيوني فليني ذهبوا وين للشوارع الخلفية ومع الناس البسطاء هاي وين تجسدت في فترة مقبلة يعني لو تتابع أعمال محسن مقبل بار مثلا الرحلة إلى قندهار فعلا البطلة اللي راحت اللي راحت سابقا أفغانستان إيه وانقتلت بالأخير انعدمت هاي البطلة كانت هي لأول مرة تمثل لأول مرة تمثل في كل أفلامها أغلبها أبطال هاي المدرسة الإيرانية تعمل بهذه الطريقة إيه؟ صح صح هي فوتوكوبي عباس كيارستمي افلامه كلها عباس كيارستمي بس المقبل باب ابراهيم حاتمي كيار كلهم مجيد مجيد كلهم يعملون بهذه الطريقه حتى سميت الواقعيه الايطاليه الايرانيه ايه فعلا لان ايران عاشت نفس التجربه الايطاليه صح فبالتالي من نشوف التجربه طبعا شبابنا لعشقهم لطريقه سميره مقبل باب في يظهر التاثير الصبورات لعباس كيارستمي لمحسن مقبل باب بدأت تثيرهم هذه الأفلام هذه الأفلام اللي هي فقيرة اقتصادية ولكنها في مداليلها يعني مثلا على سبيل المثال إذا أتمنى تشوفون فيلم الصبورات لسميرة مخلوقة شايفة الصبورة تحولت إلى مرة كسر ساق مرة صح وهي هاي مخلوقاتك أنت من تشبع بهاي من تجي للصورة مالتك يصير عندك تحولات للدلالة هذا ما أعني وبالتالي توظيفك للبطلة اللي هي لأول مرة تشتغل في السينما هي ذاتها في السينما الإيرانية والإيطالية هنا أستاذ مو بس حتى بطل الأحمر شفاه لأول مرة يمثل هو كثير هو يعني الأسلوب تقود هسه للأسلوب الأسلوب من حيث لا تشعر يتكون هو ده اليوم سألني على هذا الموضوع سألت لكن من حيث لا لا تعرف بس هو ما أقول أنا عندي أسلوب محمولاته أنا هسه أعرف حتى عاداتك وتقاليدك من خلال صورتك أعرف حتى مذهبك شنو اللي أنت ربما مرجعياتك من خلال صورتك فعلا. أعرف من خلال مرجعياتك الدراسية أعرف حتى ميلك لأي مدرسة سواء الموجة الفرنسية أو الواقعية الإيطالية أو ميلك للتقنية والأفلام الهوليوودية طيب يكون رؤية العفو لا كمل كمل لا هو هذا يعني اللي حبيت أنقذ به تجربة أستاذ لؤي طيب أستاذ لؤي الألوان اللي اختاريتها بفيلم قطن يعني هل كانت ملائمة لل الفيلم واختيارك لو شنو هو دا اقول لك انه انا المسحه الصفراء الموجوده يمكن هاي باللاوعي انه انا كنت دائما اكره هذا اللون كنت يعني كنت طفل نعم بس هي قلت لك باللاوعي انه انا دائما من اشتغل افلامي وفقا لكلام الدكتور انه هاي شلون من الانقاض تستخرج اللآلئ يعني مصطلح كلش عجبني يعني فمسحه الصفراء تلقاها غالبا موجوده بالافلام حتى بفيلم العرضه حاجي راح تلاقي هذا الموجود يعني
حلو. طيب دكتور عمار ابراهيم، السينما وضعها الحالي ايش تحتاج حتى تنهض؟ هذا سؤال اشكالي كبير. يعني هي تحتاج منظومتين، المنظومه الاولى هي المنظومه الاحترافيه الانتاجيه. هاي المنظومه يعني يجب ان يكون هنالك منتج جريء يؤمن بحركه سينمائيه، راس المال صح طبعا، راس المال جبان، تشخيص هذا من ما بعد 2003 فعلا انجلز يقول راس المال جبان، راس المال جبان حتى بالعراق راس المال يحتاج الى اطمئنان. كيف المنتج يطمئن؟ المنتج حينما يشاهد الافلام العراقيه وافولها، وانا مسؤول عن كلامي، افولها على المستوى البصري والمهرجاناتي، يعني انت تشوفها لا ترتقي الى مستوى الخطاب السينمائي الا ما ندر. طيب هذا المنتج حينما يرى هكذا فيلم، هل يطمئن انه هذا الفيلم سينزل الى دور العرض ويحصل على ايرادات؟ دعنا عن دور العرض، هل راح يسوق خارجيا يسوق؟ هل يستطيع ان يصمد؟ يعني احنا اذا اخذنا التجارب كلها الحاليه لا يوجد فيلم. يعني البارحه قريت منشور للاستاذ الحبيب مهدي عباس يقول فقط فيلم واحد بعد 2003 صمد بدور العرض. فيلم الرحله فقط انعرض في الصين، انعرض في فعلاً. بدون ذكر ارباح فعلا، هسه مجرد انه الى مشاهدين، لان فعلاً. السينما هي شباك تذاكر فعلا، متفق. السينما هو الفيلم الوحيد صح حاليا موجود عندنا، بس افلام قصيره يعني مو افلام شباك تذاكر. الافلام القصيره طبعا اكو مشكله، الافلام القصيره هي جانب اكاديمي مهم لتطوير الرؤيه الاخراجيه من خلالها، وجانب تجريبي ايضا مهم لتقويه علاقتك مع التيم اللي معاك. على فكره هو الفيلم القصير هو درس للفيلم الطويل. نعم احسن، يعني احنا فعلا من خلاله تعيش التجربه، تعمل مع المحترفين حتى تستطيع انت كمخرج قصير تنزل مع مخرج محترف حتى تصير عندك القابليه على قياده يعني بعض الافلام من الرساله وصولا الى هاي الافلام. يحتاج لاود سبيكر المخرج طبعا، يكون عنده فريق من 5000 ممثل فعلا. يعني انا اتذكر بالملغازي اخذوني محمد شكري جميل استخدم ايضا لاود سبيكر حتى يقدر يقود الجمهور. يوسف شاهين قاد الف فيلم ناصر صلاح الدين الف. هذا المخرج حينما يتمرن هكذا يستطيع ان ينتج صوره ويقود كادر، يعني انت ايضا عندك جوانب لوجستيه، كيف المدير الفني عندك، الديكور عندك، بالاضافه عندك كادر تصوير ضخم، فيحتاج يعني تعقيبا على كلام الدكتور احنا ما عندنا صناعه سينما، هذا يصير لانه راس المال ضعيف يعني جبان مثل ما قال، سوق سينمائي ما عندنا. هاي مشكله ترى مو موجوده بس عندنا، موجوده ايضا بالخليج، ايضا موجوده ايضا لا بالمصر جزء اوكي اكو شغل شغال. احنا بده يصير افلامنا القصيره انه احنا مؤسسات بدها تدعمنا. مثلا انا لولا مثلا مؤسسه سوق دبي للسينمائي مهرجان دبي كان الفيلم ما شاف النور، لانه هو كان انتاجهم وانتاجنا. وكثير من الافلام هسه مثلا مؤسسه الدوحه جاي تدعم افلام قصيره، ومن العراق ايضا عندك مؤسسة الراوي الموجودة بالأردن هم تدعم أفلام قصيرة. بس يعني إحنا يراد مثل ما قال منتج يجي يشوف المستوى الصح للأفلام يحاول ينتج فيلم أسا، مو اللي يربح إنه يطلع فلوسه بالتسويق الخارجي مو للتسويق الداخلي، خلي يحفظ مع وجهه مثلا صح، لأنه لازم يكون أنه الفيلم يليق بالسينما العراقية. يعني أنا أحد الأساتذة اللي درسونا حينما فيلم المنعطف موجود على اليوتيوب للراحل جعفر علي، فيلم أسود وأبيض وعن الرواية لكن فيلم ترك اثر مهم. الظامؤون اجى بعده محمد شكري جميل ترك اثر يعني لغايه يعني التسعينات او بالاحرى تحول السينما الى قادسيه الصدام، الى الافلام الايديولوجيه التعبويه والحربيه بدات السينما، بقيت بها روح سينما بس فقدت عذريتها السينما فعلا، رسالتها الحقيقيه. بعد ذلك جاء الحصار فقضى على كل شيء، الرعيل الاول انتهى بقي جيل الكليبات وجيل المسلسلات وبس، انتهى هذا الاتصال مع الفارس. طيب دكتور برايك شو وقت نقدر ننتج افلام طويله؟ هذا يحتاج الى عقد مؤتمرات كبيره ودراسات كبيره، اعطاء الثقه للشباب. انا اعتقد كانت بغداد عاصمه الثقافه هو مشروع انه ينتج هذه الافلام، ولكن الافلام لم تكن بالمستوى المطلوب، يعني عدا فيلم او فيلمين. ليش؟ تخطيط ماكو استاذ، تنظيم كان ماكو. لو مطين الفرصه للشباب لانتجوا افلام هائله، حصروا الفرصه فقط لاسماء معينه. المشكله احنا منين نعاني؟ نعاني من الاسدة والدلمدة. يعني اليوم اذا مخرج عمره فد 20 سنه مهما كانت تجربته ربما الفن ما بي استاذ الطالب، الفن ابداع
يعني اليوم انا معلم رسم واجي عند طالب موهوب علمته، لكن هو يمتلك يد اقوى من ايدي، وبالتالي اصبح افضل مني. وهكذا هي السينما، كل الفنون ما فيها استاذ او ترمذة، لكن احنا بالعراق نعاني منهم. دول جيل الرواد، يعني انا ما اريد اقول فيهم اسماء مهمه جدا، لكن مجرد انا من جيل الرواد حينما ياتي شاب لا امنح الفرصه حتى ان يكون مساعد لي. صح. وبالتالي انا ازعم انه هاي الافلام اللي انتجت واغلبها فشل على مستوى العرض، والبعض منها لا زال حديث يوم واحد. اكل حد الان لم تعرض. اي اي صح. مسرات الاوجاع وغيرها محمد شجر جميل لم تعرض لحد الان. لم تعرض لان ما وقت تملت اصلا. لو معطين الفرصه للشباب اللي اشتركوا بالخليج وغير الخليج ووصلوا حتى لبردين وغير بردين. ها؟ ولساعدوا كثيرا في انتاج صورة مهمة جدا. كان صار جيل، كان صار جيل جديد. وصار جيل سينمائي. فعلا. يتعلم الدربة من الرواد ويؤثر صورة جمالية. يعني لو الرواد كانوا مشرفين على المشاريع كان أفضل صح؟ أنا أعطيك هسه تجربة، أنت مجدي أحمد علي. عندك خالد يوسف، ذولا هم تلاميذ. تلاميذ يوسف شاهين. يوسف شاهين. صح. يوسف شاهين كان إمبراطور. فعلا. كان من الممكن حتى خيرية المنصور هذه العراقية. إيه كانت دكتور خيرية. هي من تلاميذ. من تلاميذه فعلا. زين. يعني دكتور أفهم من كلامك إنه مزج الطاقات الشبابية. نعم. مع الأسماء اللامعة. يصير لقاء. يصير يعني هذا المزيج أو الخليط نقدر نقول يقدر يعطينا نتائج. هي أصلاً بقول لك لو كانوا مشرفين على المشاريع. افضل ما كانوا يستلمون افلام. أيه. أيه. كانت النتيجه افضل. لا شاهدنا افلام توازي السينما الايرانيه والله صحيح. صح. لانه صح. الشاب عينه ما متربيه على مثل ما قلت احنا بالكواليس، ما هو الفرق بين السهره التلفزيونيه لساعة ونص وفيلم من ساعه ونص؟ هو شيء اسمه سحر السينما، المتعلق بالباك جراوند، المتعلق بتشكيليه الجسد، حركته، المنظومه العلائقيه ما بين كل موجودات. هذا التطور الهائل بالتقنيه، اللي التطور الهائل بالتقنيه، بنيه السرد بالمسلسل تكون تقدم زمني تقليدي، اما في السينما الحوار غالب على الموضوع، الحوار الغالب، اما في السينما الزمن متشظي. ايه. عده ازمنه. صح. متداخله يقع على المتلقي هو العبء في ترتيبها. هذه هي السينما. يعني بالسينما هناك ازمنه ميته، بالدراما لازم تخلي هاي الازمنه للتايم للوقت، انت الحلقه لازم 45 دقيقه، فلازم انت تقبل تسهب بالاشياء مثل ما قال الدكتور. حتى نرجع على فيلم قطن، انت هسه من داخل البطله في زمن حاضر، هذا الزمن الحاضر يشي بزمن قبلي، انت من خلال جسدها وملابسها والالم اللي تحسه على البطله راسا تستقرأ ال 13 او ال 14 سنه من عمرها السابقه، باعتبار هي تسترجع فتره الطمث، لا اعرف يعني 12 او اقل ما اعرف يعني. هاي الفترة أنا من خلال نسق الجسد استنطقتها، إذا السينما خلتني أنا أفكر بمن بالزمن السابق. صح. السمين القبلي، أما الزمن البعدي ما بعد هذا البطلة، ما بعد هذه الحركة وصولها لهذا، والفيلم ترك النهاية المفتوحة. استقرأ أزمنة لاحقة. الدراما لا تعطيك يعني المسلسلات التلفزيونية، لا تتعامل مع زمن هو آني، لأنه المتلقي للدراما التلفزيونية ايه. هو متلقي قد يكون شعبي. دكتور أنا أشوف هسه ما بعد 2014 قلة الإنتاج السينمائي المصري، إنه الدراما المصرية استعانت بمخرجين السينما، فتشوف هسه هذا الموضوع موجود، والكاتب ليس واحد، تلقى أربعة أو خمسة، فتشوف العمل السينمائي التلفزيوني كأنه يومية تشوف فيلم سينمائي. يعني أنا أحد الكتب اللي أصدرتها كان يعني جزء بها عن نسوية، واخذت تجربة كاملة ابو ذكري مال سجن النساء. سجن النساء اي كاتب النساء. كانت بنيه والمصورة بنيه والمخرجة بنيه. هذا الفيلم انا اعطيته انه الان هذا الفيلم شوف ما قلت هذا المسلسل باعك قبل ما صار الموضوع انه كانوا مثل ما قلت فيلم سينمائي. طبعا اجت تجربة انشأتها هي موجودة في السينما العالمية، في مصر بدأت تطورها إناس الدغادي ووصلت الكاملة إلى أبو ذكري، هي السينما النسوية احتجاجاً على الذكورة، تقويض الذكورة. ماذا فعلت هذه السينما؟ قوضت كل الموجود الذكوري. منهم ساندرا نشأت أيضاً، كانت من ضمن الجيل. هسه أرجع لساندرا. ماذا فعلت كاملة أبو ذكري في سجن النساء؟ طبعاً مسرحية الكاتبة اسمها فوزية العسال. السيناريست هي نساء. هالة الزغندي وفتاة ثانية. المونتيرا نيفين. أيوه. المصوره بنيه ايضا بنيه. المخرجه كامله ابو ذكري. البطلات كل مساء ثمانيه سرود، ثمان بطلات. صح. في سجن لكل واحد حكايه فعلا، يعني سلوى خطاب
ولا روزينا ولا ان اللي كل واحده حكايه، وبالتالي قدمت داخل المسلسل حكايات فيلميه. انت لا تشاهد دراما فعلا. والحقيقه حتى تجربتها في بنت اسمها ذات حينما ترى حركه الكاميرا سينما البار جراوند، يعني في سجن النساء انا شفت لقطه اللي اللقطه الاخيره المشهد الاخير الكاميرا كانت كرين وتاخذ المشهد من خلال اوتاد الشباك اللي هي تشي بالسجن، والعمق في ثلاث افعال دراميه. هذه لا تفعلها دراما على التلفزيون، تفعلها السينما. فنقلت تجربتها السينمائيه على ما قال الاستاذ لؤي داخل بنيه التلفزيون، فالان تلاشت الحدود مع كبر الشاشه التلفزيونيه. فعلا تلاشت الحدود ما والكواليتي والاداء ايضا والحوار ايضا يعني تغير. هاي النقله نتمناها تنقل تصير بالدراما العراقيه، وانا ما اعتقد لانه بعدنا مستمسكين يعني متمسكين العفو بالكاتب الواحد والمخرج الواحد والمصور الواحد. طيب هل هي يعني حاليا بالسينما العراقيه مشكله مخرج ولا مشكله كاتب؟ انا راح اخذ الكتاب واترك المخرجين للاستاذ لؤي باعتباره هو يعني ضمن منظومه الاخراج وضمن مؤسسه هي معنيه بهذا الشيء، وحتى لا اكون دكتاتوري في الحديث. لا بالعكس بالعكس، حديثك ممتع وقتك كثير بفهم وعلم كثير. والله لدينا كتاب كثير، يعني انا حينما اقرا لحامد المالكي اتمتع كثيرا واجد في نصوصه رغم كثره حواراته لكن هي فيها محمولات فلسفيه كبيره، وحينما اقرا لناصر طاهر في البنفسج اراه يقدم لي ازمنه متفاوته لحقبتين 2003 و 91 في فيلم عفوا في مسلسل بنفسج، فانا مطمئن من كتابنا. وحينما اقرا لعلي صبري اجد ان هنالك سيناريو ناضج جدا في تجاربه من مناوي باشا الى يومنا هذا. طيب يعني هسه كلامك يناقض كلام اخرين قالوا انه مشكله كتاب عندنا حاليا. مشكله الكتاب هو احيانا يعني الناس هو موجود العراق. دكتور تدري شلون انت تفتقد الكاتب السيناريو السينمائي؟ ماكو، ما عندنا. هاي من تجي؟ صحيح انا اتفق معك لان ذكرتهم هم كتاب دراما. اي كاتب سيناريو سينمائي ما عندنا، يعني هسه من تجاربنا انا من شفت بعض الافلام القصيره يعني لكتاب لمخرجين عرب السيناريو ليس لهم. اي صار يعني بينما انا لازم انت تكتب فيلم بالله وعي بالله ما تقدر اشتغل لفيلم. اي فتره ما مشتغل جبت القلم وكتبت يا بنت سيناريست ممت... لا جراد لها. لا لا هو تخصص، هو معرفه بانساق السرد، هو معرفه بالتحولات الشخصيه، هو معرفه بالازمنه، هو معرفه بالامكنه، هو معرفه باشياء كثيره يعني على مستوى تداخل هذه الازمنه وصناعه السيناريو. اليوم مفهوم كبير جدا يحتاج لمتخصصين ولديهم دربه ورش في ورش تقام في ورش في مهرجانات لتطوير السيناريو. يعني ماكو تكتب سيناريو انت قبل تنتج، لا تودي ورشه للتطوير حتى يكون كاتب العالمي عنده ورشه كتابه السيناريو. يعني وهاي نفتقدها استاذ احنا هنا. يعني انا سالم مثلا يعني قبل فتره كنت اتعاون ويا كاتب فقلت له يابا ما يخالف اوكي جيب السكريبت مالتك احنا نقعد نصحح به، ما يقبل يقول ما صحح به. هاي مشكله ما فاهم دكتاتوريه بالراي. اي لازم انت تطور، بالعكس ان تاتي كفكره من اخر افضل ما انت ان يفكر اربع عقول ان تفكر افضل ما يفكر عقل واحد. نعم فهاي مشكله انه هذا كاتب السيناريو يقول لا انا ما انا السكريبت مالتي هو هذا. اذا نحتاج الى لازم انت تضطر انت تكتب مثل ما قال الدكتور. يعني لازم انا افلام انا اكتبها، وفعلا كل افلام انا كاتبها. والسؤال الذي يطرح هل كتابته صحيحه؟ مثلا نقول اذا احتاج الى تجارب الدول المجاوره سواء في الخليج او في مصر او في سوريا كيف يكتبون؟ واستفاد من طرقهم في الكتابه ومن ورشهم والتخصص. يعني في مصر انا اجد بس استاذ احنا في قسم السينما عندنا قسم اسمك يتخرج كاتب سيناريو؟ نعم نعم في كلية فنون جميلة قسم السينما والتلفزيون هنالك فيها أربع فروع تصوير مونتاج سيناريو إخراج. زين السيناريو هل كثير يعني تغلب انه يروحون عليه كثير هذا القسم لو يميلون كل الإخراج إخراج؟ لا 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 سيناريو مهمتهم تفكيك القصص إلى جزء. لا أنا قصدي انه يتخرج باسم كاتب سيناريو تخصصه الوظيفي ممتاز. ممتاز ولكن المشكلة وين؟ بس ما عندنا شباب يعني كتاب سيناريو. ينبغي اختيار اليوم يعني مع ثورة الصورة الكثير من الشباب علاقتهم مع القلم والكتابه والقصه والحكايه اصبحت ضعيفه. ضعيفه جدا. وبالتالي من الصعب جدا ان تلقى كاتب قصه لديه القدره على ولوج تجربه السيناريو. صح. السيناريو صعب جدا. جدا صعب. يحتاج منك قراءه لروايات كثيره، مشاهده لافلام كثيره، اضافه الى موهبه
إضافة إلى خيال، خيال إضافة إلى معرفة التقنيات. فعلا. معرفة التقنيات ليست كافية. اثنين، لازلنا يعني بسبب الظروف لم ننفتح على الآخر. تجارب مصر، تجارب الإمارات، تجارب غيرها، كيف يكتبون؟ ما أعرف. لا أنت أسألني كم كاتب سيناريو دخلوا ورشة بأي مهرجان من المهرجانات الموجودة؟ ماكو. هذا المشكلة. يعني قريبا مهرجان قرطاج راح يكون، راح يروحون مخرجين، بس ما راح يروح أي كاتب سيناريو مثلا يطور من ورشات. أكو هناك يسموه إنه يجي مخرج يعطي ماستر كلاس. نعم. أوكي، درس لمدة 3 أيام أو 4 أو أسبوع مكثف. نعم. قل لي هل كم كاتب سيناريو مثلا حاول إنه يمنع استمارة بهذا المهرجان، وجزء ينقبل أو ما ينقبل، جزء يدفع تذكرته حتى يروح يتعلم؟ ماكو. يا هذا تحكي إنه ماكو. طيب على ذكر المهرجانات، هل هناك مهرجان بالعراق يدعم الطاقات الشبابية أو المخرجين اللي يفوزون بجوائز بجوائز مالية؟ أنا هذا أيضاً سؤال راح أني أجاوب جزء منه وأترك الأغلب لأستاذ دويل باعتباره هو على محك. يعني أنا من خلال تجربتي البسيطة الحضوري كمحكم أو فرس أو ناقد في بعض المهرجانات، شفت مهرجان النهج هو فيه مسابقة سيناريو. صح. اللي يفوزون بالسيناريو هو ينتج لهم ويعطوا مبلغ مالي منه. هو يعني يوفروا لك احتياجات. لا لا، غير اللي يعطون، يعطون مبلغ مالي بسيط. اوكي، وينتجوا لك فيلم يعني في شيء حلو. صح. يعني هذه تجربه جيده جدا، لكن هي الجوائز محدوده. يعني يكتفي بالثلاثه او اربعه او خمس افلام، وبالتالي هذا تشكل مشهد سينمائي. فعلا. يعني هسه بتحكي هسه عندنا مهرجان 3 مينتس. نعم. للدكتور حكمه جوائز النقديه زينه، بس هو مقتصد انه بس 3 دقائق. المهرجانات اللي تصير احنا اكثر شيء بالمحاضرة، عدا مهرجان النهج مجرد شهادة تقدير واتخذت الجائزة بدون، هو هذا القصد انه هو دعم للمخرج انه ينتج افلام اخرى. اي عفوا، القضية المادية مو قضية انه انا ارجي فلوس، بس انه هذا منجز سواه، جزء تعب عليه سنة، جزء الجائزة 5000 او 6000 دولار مثلا راح تعينه انه يسوي الفيلم الثاني. اكيد. يعني مثلا مهرجان الجوردة شوف جوائزه اللي صار بمصر، ما يقارب 200 الى 400 الف دولار من قصيرة وطويلة. يعني جائزة أفضل ممثلة 70,000 دولار، جائزة أفضل فيلم 100,000 دولار، الأفلام القصيرة 50,000 دولار و 25,000 دولار. ما عندنا احنا هذا الشيء بالعراق. ما عندنا هذا الشيء. مجرد مهرجان اجوا ريد كاربت، نزلوا صور بالفيسبوك، صح ولا لا؟ ايه. اخذوا جوائز، واخذ الجائزة الكبرى، واخذ ما اعرف شنو، ما بيها دافع مادي ما بيها. واللي يحضرون هذا المهرجان يكونون بس المختصين بالسينما، ماكو جمهور من العامة انه يحضر. والله لا، انا حضرت مهرجان، اكو جمهور من العامة. اكو اكو اي مهرجان، بس هو هذا اكو. العفو، طرحكم يعني يقود السؤال. المخرج هل هي وظيفة ام هواية؟ يعني اليوم اني اعمل في وزارة الشباب ولا في الثقافة ولا في التربية، ولاني احب السينما اقدم فيلم قصير، يعني مشكلة. هذا المخرج هم عنده عائلة. ايه صح. كيف يعني؟ هل يبيع؟ يعني انا اعرف احد المخرجين باع غرفته مع النوم. هل استفادك؟ ايه مو معرفه هو، انا اعرف واحد مسوي هيك غير هذا الولد، باع غرفته حتى ينتج فيلم. ما مشكلة. هو مشهد سينمائي. انت يعني، يعني على الرغم من هواية وانه المخرج يتمتع بهذا العمل، لكن ايضا يحتاج دعم مادي. يعني وزارة الثقافة لو تطلق مشروع انه تنتج افلام بدل هاي الزيادات اللي تصير مع احترامي، خلي يسوون معارض تصوير، العفو تشكيلية، خلي يسوون كل شيء، خلي يسوون اصدارات كتب، خلي لهم ريع مباشر، يعني مبلغ مباشر، انه مثلا فد 100,000 دولار، 100,000 دولار هواي على وزارة الثقافة؟ ما تنتج لها 10 افلام ممتازة ومحترمة، ويجوز تنتج فيلم طويل وخمس افلام قصيرة؟ بدافع القطاع الخاص ان ينتج اذا شاف النجاح. صح. وبالتالي تزدهر الحياة يا صديق، السينما تصنع حياة. فعلا. والله. اي صح. يعني انا احدى الاخبار قريتها يقول في احد الدول الافريقيه، طبعا راحوا مبشرين بالدين الاسلامي، اعطوا مبالغ وسووا مآدب اكيد حتى يجذبون بعض الاقليات اللادينيه نحو الاسلام. اجى فيلم الرساله. اجى فيلم الرساله. اسلم مليون مسلم في تلك الفتره. مليون شخص. انتهى الفيلم. السينما، القاعه السينمائيه كانت في ساحه، يعني دائره مدارها فراغ. فالمسلمين بالنهاية الفيلم ويطوفون حول الكعبة، طافوا حول السينما. حول السينما. يعني البطل بلال، بلال رجل أسمر، هو ترى هو كان بطل الفيلم، يعني ما معناه انتقل من العبودية إلى صعد الكعبة وأذن، صح لو لا؟ مو هذا نهاية الفيلم؟ فمليون شخص أسلم مثل ما قال من وراء السينما. نيكاراغوا انقلاب بسبب الفيلم. طبعاً. انقلاب نحو الدكتاتور. تابعوها في الجوجل، اكتبها وشوف. ايه؟ احد الانقلابات سببها فيلم. فبالتالي السينما هي صناعه حياه. يعني لا انا اعقب لك، ليش اكو دول واكو
دول وسياسات، يعني مثلا ساكو أزمة بين مصر وإسرائيل على فيلم الملاك اللي يحكي على شخصية هذا الرجل اللي كان يشتغل عميل مزدوج بين مصر وبين إسرائيل، وهو متزوج يمكن بنت جمال عبد الناصر. فيلم أطلقته إسرائيل صار تقريبا أسبوع اسمه الملاك، صايرة أزمة كلش كبيرة. ذول يقولون لا هذا العميل إنه، وذول يقولون لا هذا العميل إنه. هو فيلم سينما، تتخيل شنو السينما إيش تصنع؟ أكيد بالطبع. طبعا الحوار وياكم ممتع جدا، وأكو هواي أسئلة لكن الوقت لا يدعمنا. كلمة أخيرة للسينما. والله أتمنى أن أرى في كل محافظة عراقية، بل في كل رقاع عراقي، دار سينما وملصق سينمائي. وأتمنى اليوم اللي فرح بيه في مخرج ياباني اسمه كيرا كيراساوا، قال أنا فرح جدا لأن كل ياباني أصبح يحمل كاميرا. كاميرا فلن. أنا أتمنى أن كل عراقي يحمل كاميرا ويترك سلاحه جنبه ويحكي قصته ويحكي حكايته وهكذا. أنا بطريقة إيجابية قدم أعتقد فيلم تاكسي، تاكسي لكاميرا سيارة، أي أخذ بي جائزة مهمة من جوائز كان أعتقد إبراهيم خاتم وكيالو، لا لا جعفر بنان. هو ممنوع من السفر، هو ممنوع. فأتمنى مخرج تخيل ممنوع من السفر من الدولة. أتمنى تخيل شنو موضوع السينما، شنو يعني شنو تأثيره على الإرهاب. نقضينا لبنان مجتمع نظيف طبعا، يسود المحب الحب، يسود كل الأشياء الجميلة ما شاء الله. استاذ دوي كلمه اخيره. والله ما اقدر احكي بعد من الدكتور قال، هو ميته مني عامه مو خاصه، ولا جميل بالموضوع يعني. فرح جدا باللقاء وياكم، واتمنى مثل ما قال كل عراقي يحمل كاميرا ويحكي حكايته. وسعيد جدا ان شفت الدكتور. انا اسعد والله، ومن الشخصيات اللي كلش حسن عنده ثقافه ووعي، واللي حكاه يعني كلش هواي بحقي يعني وبحق كل سينما عراقي. وشكرا لكم. شكرا لكم. إذن أعزائنا المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلتقيكم الأسبوع المقبل بإذن الله، وإلى اللقاء.